هنا أفورات في المجال. أفورات المجال، إيش معنى المجال؟ هنا إنه توسع نشاطاتها الشركة، توسع نشاطاتها في أكثر من بلد وأكثر من منتج. أنت عندما يكون عندك تكنولوجيا تنتج منتج واحد، بإمكان أن تنتج منتج آخر مشابه باستخدام نفس التكنولوجيا واستخدام قنوات التوزيع واستخدام المهارات نفسها. مثلاً أعطينا القلم هذا، هذا القلم أنا ممكن أنتج نفس القلم هذا اللي مع وليد، ممكن نفس القلم الآخر خطوط متعددة بنفس التكنولوجيا، على فكرة تستخدم نفس التكنولوجيا ونفس المهارة ونفس قنوات التوزيع. هذا يسمى منتج مرتبط، مرتبط بهذا المنتج، مش مختلف تماما. المختلف انه يكون خط انتاج الملابس مختلفه، خط انتاج ملابس، خط انتاج مواد غذائيه، خط انتاج مثلا مواد كهربائيه مختلفه. لكن هذا خط انتاجي في يعني مرتبطه، ممكن انت تنتج ايش منتجات مرتبطه. مثلا الاله التصوير، انت عندك خط انتاجي تكنولوجيا لتصنيع آلة التصوير، ممكن تصنع أنت جنبها الفاكس، ممكن تصنع يعني مقاربة للصناعة، يعني أشياء إيش تكون التكنولوجيا مقاربة لها. واضح؟ متشابهة أو نمطية دكتور؟ نعم. لا مش متشابهة. مرتبطة بنا فيها لمبعثة. تكون مرتبطة، إيش معنى مرتبطة؟ فيها مجموعة من الحاجات. يعني التكنولوجيا المستخدمة بهذه الصناعة نفس التكنولوجيا. خط انتاج واحد. يعني ما ينفعش لا شوف إيش اللي يعملوه، عبارة عن قوالب تصميمية. يعني التكنولوجيا تستطيع أن تغير القالب، تغير الشكل، في مرونة فليكسيبل. مش مختلفة اختلاف جذري شامل. هذا طابعة فاكس مثلا. نعم، يعني مثلا هذا له قالب معين للتصميم، فتغيره انت بالشكل هذا طبيعي. ما في مشكلة يعني. فيها مرونة. لكن بتكون مختلف اختلاف كلي هنا. فهذه الميزات الأساسية شوف، مش موجودة بالشركة المحلية هذه. هذه موجودة فقط بالشركات التي تعمل على المستوى الأجنبي. الاستفادة من الكفاءة، كفاءة الموقع. الكفاءات العالمية قلنا اللي هي العنوان الرئيسي، تستفيد الشركة من خلال كفاءة الموقع بأن يعني توجد منشآتها في أي مكان في العالم، اللي يوفر لها كلف منخفضة في التسويق، في التوزيع، في أيضا الأيدي العاملة. لوكيشن أوف سكيل، وفورات الحجم، إنه تنتج كميات كبيرة على المدى البعيد، بيؤدي إلى تخفيض الكلف، توزع الى اكثر مكان. ايكونوميك اوف سكيل ايضا المجال، انه ممكن توزع باكثر من مكان، باكثر من منتج وباكثر من منتج. هذا ما يخص الكفاءه العالميه. رقم 2، مالتي ناشونال فليكسبيليتي، المرونه الدوليه. ايش هي المرونه الدوليه؟ مثل ما درسنا يا شباب احنا في السابق، البيئه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والتكنولوجيه والسياسيه والقانونيه، تلاحظ انه دائما في حاله ايش؟ تغير، تشينج. البيئه الان، البيئه في العصر الحالي يا شباب، بيئه معقده، بيئه مضطربه، بيئه ديناميكيه، تختلف عما كان عليه في السابق انه بيئه بسيطه. طبعا عندما نقول بيئه متقلبه، يعني في الدول هذه المرونه، في قوانين تظهر، حكومه تنتخب جديده، في منافسين، دخول منافسين، تسهيلات جمركيه، اشياء عديده. فبالتالي الناس اللي عندهم فلوس امكانيات يراقب هذه البيئه، يدرسها بشكل عنايه، فبالتالي يستفيد اين تكون في ايش؟ مرونه او تغيير لصالحه مثلا، او اي دوله شجعت الاستثمار، او اي شاف فرص مثلا في مجال الاستثمار على طول يستثمر بهذا الجانب. فهذا يشكل تحدي ايضا، يرد لك ان تراقب البيئه العالميه بشكل مستمر، خاصه للشركات التي يعني لها نشاطات على المستوى الدولي. تخيل انت على المستوى المحلي، انت دائما تعمل انفيرمنتال سكانينج، بمراقبه دائمه للمتغيرات البيئيه على المستوى المحلي، ما بالك الشركات الدوليه. انت لازم تراقب البيئه هذه بشكل مستمر. اذا هنا يحتاج منك جهد اضافي
فالإدارة الأعمال الدولية على فكرة لسه حتى الآن تقدر تقول لسه ما أخذت نصيبها، لا ممكن يعني لا مؤلفة ولا علماء ولا شيء يعني هذا يعني. رغم إنه علم مرتبط بعلم الإدارة وعلم شيق على فكرة إدارة الأعمال الدولية. يجمع ما بين إيش؟ ما بين النوعين. نعم. متجدد. ويجمع ما بين النوعين، لأنه أنت عندما تفهم الاستراتيجية الدولية لازم أنت أيضا تكون إيش الاستراتيجية المحلية تكون قد عندك إيش خلفية فيها. واضح. هذه الميزات التنافسية للعمل الدولي مهمة جدا. هذه هي الفروقات الآن اللي نلاحظها. بينما قلنا متشابهين، الاستراتيجية المحلية مع الاستراتيجية الدولية في تحديد يعني الأهداف طويلة الأجل وشيء السياسات والإجراءات اللازمة وشيء المنتجات اللي ممكن تقدمها، أن ممكن تبيعها، كيف ممكن تصنعها، هذه كلها متشابهة فيها. لكن الميزات التنافسية إنه الشركات الدولية تستفيد يا شباب من خلال الكفاءات العالمية اللي هو شوف هنا الشركات التي لها أنشطة وأعمال تجارية في البلدان يمكن أن تحسن كفاءتها من خلال الموقع، كفاءة الموقع، وفورة الحجم، ووفورة النطاق أو المجال نفسه. هنا كفاءة الموقع، تحقق تلك الشركات كفاءة في الموقع من خلال تحديد مكان منشآتها في أي مكان في العالم، والذي يحقق لها كلفة منخفضة في تكاليف الإنتاج أو التوزيع وتحسين جودة الخدمات. يعني الآن مثلا المجموعة عندما بدأوا يستثمروا أو ينقلوا بعض المؤسسات، كين راحوا يستثمروا؟ جنوب أفريقيا، نعم، كينيا، تنزانيا، كوالالمبور، هذه ليش؟ يوفرون هذه الأشياء. كلف منخفضة، وأيدي عاملة، والإنتاج والتوزيع رخيص بيكم. مش معقول أنت بتجي تبني لي مصنع مثلا في الكويت، ولا بتجي مثلا في الإمارات. في اقصد اوكي يعني انا يعني ايش احنا عندما نقول دائما يا شباب البزنس يحتاج الى عقول، لازم تدرس البيئه من كل النواحي. ممكن توفر لك البيئه هذه كلها منخفضه، تكاليف الانتاج اقل، توزيع، لكن تكون بيئه مضطربه، بيئه متقلبه. يعني الامارات صح كلها مرتفعه لكن فيها نسبه الامان والبيئه مستقره. احنا حصلت واضح اشتغل مع ذكاءات لو تعرف ساكن في بورد خليفة في الإمارات، وهناك طبعا المجال ناحية اللي هو عندك ورز اليوم بيحس. طيب عندهم فروع هناك تقول إلى شركة الآن الدكتور على الشركات يعملوا لهم مراكز ظهور في دبي، لأنهم هناك يعتبروا مركز تجارة عالمي. ممكن هي ممكن يفعل له فروع، لكن مش ممكن يعمل له مثلا مصنع. مصنع شوف هنا احنا عندما نقول نحن صرنا في الطائرة راجعين الإمارات تصنعها وهو بنفس الطائرة. هندي أنا؟ هندي، بعدين كان برضو نزلنا في تكلم في دي بعدين تكلم في هذا أحسن. فتفاجأ أنا لما شفته ده بعدين بس أتكلم معهم فكلمنا يشتغل هناك معنا مع بيت هاي. قدروا لكم صح بيت هاي مثلاً معهم شقق برد خليفة مثلاً يبيعوا أصلاً. لما عم مراكز هناك في استثمارية يبيعوا شو هذا من حيث يعني لا تبحث 60,000 دولار يا متبشر. شوف هنا على فكرة هو ممكن يعملوا شركة هنا يعني، لكن مثلاً المصنع ممكن كلف عالية بيقول مش أقول لك، لأنه المصنع أنت ما تحتاجش المصنع أنت ما تحتاجش لأي تحتاج لي مكان فقط، وسائل النقل بتنقله إلى أي مكان فيها، لأن السلع تختلف عن الخدمات. السلع ممكن سهل نقلها إلى أي مكان، ممكن تنقل تبي إلى 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 كل واحد، لكن الخدمة لا، أنت اللي تروح إليها. صعب. حتى في عملية التسويق يختلف تسويق الخدمة عن تسويق السلع. الخدمة يحتاج لها تسويق من نوع خاص. كيف تبني الصورة الذهنية اللي هي للزبون، يعني كيف يستخدم فيها العلاقات العامة بشكل أساسي، السمعة الجيدة، الولاء لهذه المؤسسات الخدمية. بعد السلعة ممكن تخزنها سنين، لكن الخدمة لا، لازم تكون يعني ايش تشكل خسارة، لا يمكن تخزينها،
لازم تقدم بنفس النمط، لازم يشترط الزبون وهكذا، يحتاج لا يعني الخدمة مواصفات خاصة وبناية خاصة واهتمام خاص، حتى إنه الخبراء لما قلنا لكم إنه يتوقعون أن المستقبل هو إيش لقطاع الخدمة. وفورة الحجم هنا عندما نقول فورة الحجم فعلا حتى ممكن تبني مصنع في أي بلد. مصنع المصنع هذا طبعا أرض رخيصة، أيدي عاملة رخيصة، وبالتالي نعم مخازن متوفرة، وبالتالي تستطيع أن تنتج بكميات كبيرة وتوزع إلى مختلف دول إيش العالم. هذا يوفر لك إيش فورة الحجم. شوف هنا تؤدي الزيادة المضطردة في الإنتاج إلى انخفاض متوسط أو وحدة التكاليف على المدى الطويل. صحيح، يعني كل ما انتجت كميات كبيرة هو نفس الإنتاج، التكلفة تقل. وفورة المجال أيضا اللي هو النطاق أيضا يمثل انخفاض متوسط التكلفة كلما زاد تنوع الإنتاج. كلما زاد تنوع الإنتاج. الفرق بين وفورة المجال وفورة الحجم، هناك منتج واحد، هنا بيكون إيش أكثر من منتج. تركزوا عليها مهمة. المرونة الدولية مثل ما قلنا إنه البيئات دائما بشكل إيش البيئات متقلبة، البيئات الدولية سياسية الاقتصادية ثقافية تكنولوجية دائما في حالة إيش تغير، في حالة إيش تغير مستمر. قوانين جديدة تظهر، حكومة تنتخب، منافسين يخرجوا ويدخلوا إلى السوق، تغير في السياسة الاقتصادية، في القوانين، في التشريعات، في الرسوم الجمركية إلى الآخر. هذه كلها دائما في حالة إيش تغير، وبالتالي هذا يشكل تحدي كبير أمام الشركات الدولية، إنه لازم تعرف أنت عندك نشاطات على المستوى الدولي. مش معقول بيضاء يعني نايم في البيت خلاص وانتهى أو يشتغل، لازم يكون عنده خبراء لدراسة البيئة، دراسة السوق اللي يعملوا environmental scanning اللي هي الفرص المتاحة والمخاطر. دائما الدراسة إيش بتقييم مستمر، مش إلا فقط خلاص إحنا ندرسها الفرص المتاحة والمخاطر وخلاص اسمه وقفنا. إحنا مش كل التحسين المستمر في الجودة إنه ما نتوقفش عند حالة معينة، وإنما بشكل إيش استمراري continuous. نعم، هي هذه شبه الأخطاء اللي يقعوا فيها أغلب الشركات، يعملوا دراسة ناجحة أحياناً تقييم مثلاً حدد الفرص المتاحة والمخاطر، لكن إيش يتهاوى. أيوة ما عاد يواصل عملية الدراسة. المعرفة العالمية أيضاً اللي هي learning multi national or worldwide learning. المعرفة العالمية طبعاً معروف أيضاً إنه الشركات هذه تدير يعني أو تعمل في بيئات مختلفة، كل بيئة لها ثقافة مختلفة. ممكن هذه التنوع يوفر للشركة يسمى التعليم التنظيمي، إنه تتعلم. واضح كيف؟ يعني كيف معنى ممكن تتعلم؟ ممكن تحقق نجاح في أي دولة، تنقل التجربة هذه للدولة. ممتاز. تفشل مثلا في دول أخرى، تنقل التجربة هذه إلى إيش؟ هذه ميزة أيضا تتميز فيها الشركة الدولية، الشركات التي لها نشاطها وأعمال على المستوى العالمي. أيوة، أو في الدول الأجنبية دائما تستعمل هكذا المصطلحات هذه. هذه مهمة جدا، أنا سنركز عليها لأنه أحيانا البعض يستخدم شركة متعددة الجنسية، والبعض يستخدم شركة دولية، والبعض يستخدمها، بالتالي خطأ. طالما نحن نفرق بين الشركات، إذا تسمية عامة تقل بها إنه الشركات التي لها نشاطات أو عمل تجاري على المستوى الدولي. حتى في المستقبل أنت برضو لو يعني إذا ناقش أو بأي موضوع يعني لازم تكون ملم بهذه الأشياء. الاستراتيجية البديلة. طيب الآن إحنا قلنا في ميزات تنافسية يمكن للشركات التي لها نشاطات وأعمال على المستوى الخارجي إنه إيش تستثمر فيها. الآن ما هي البدائل بالنسبة لها للشركات هذه؟ إيش البديل؟ البديل بيكون يا شباب ركزوا معي، البديل بيكون على نفس الأربعة الأنماط هذه. إما أن تطبق الاستراتيجية المحلية اللي هي هوم ريبليكيشن ويكون اسمها شركة دولية، أو تطبق مالتي ناشنال أو مالتي دومستيك، بتشوف نفسها إنه إيش
انه شركه متعدده الاختصاصات او انه جلوبال او ترانس نيشن بحسب امكانياتها. الان البدائل الاستراتيجيه، البديل الاول انه يسمى استراتيجيه الشركه الام هوم ريبليكيشن. ايش معنى استراتيجيه الشركه الام؟ بعض الشركات تحقق ايش؟ حققت ميزات تنافسيه مثلا في البلد، كفاءه ايدي العامله، تكنولوجيا تقنيه، وصلت الى حاله الماتشوار، تشتي تتوسع في السوق الخارجيه. اذا تطبق كل ما هو في، يعني تحاول نسخ ما هو موجود في البلد الام تطبقه بالاسواق ايش؟ الخارجيه. في هذه الحاله بيطلق عليها ايش؟ الشركه ايش؟ دوليه. شركة دولية، طالما انك تطبق نفس استراتيجية الشركة مركزية معناها هي الشركة ايش؟ دولية. طبعا هي ما تطبق حاجة بسيطة، انه الكفاءة اللي حققتها في البلد الام، حققت كفاءة في البلد الام وتحاول تطبقها في الدول الاخرى، هذه ممكن تكون يطلق عليها شركة ايش؟ دولية. لكن اذا نظرت لنفسها ايش؟ انه شركة انه يعني شركة متعددة التخصصات واعطت الاستقلالية، عندها امكانيات مالية، عملت شركات بدول مختلفة واعطتها استقلالية كاملة، اعطتها استقلالية كاملة في عملية الانتاج والتسويق والتمويل وادارة الافراد باستثناء القرارات المصيرية، يعني مراعاة البيئة المحلية. في هذه الحالة يطلق عليها ايش؟ يعني لا مالتي ناشونال كامبني. البدائل الاستراتيجية يا شباب بحسب إمكانياتها، ركزوا معي، إما أن تدخل يعني بشكل خفيف بيكون اسمها شركة دولية، أو بتدخل يعني بشكل متوسط مع استقلالية لفروعها ودراسة البيئة المحلية بيكون اسمها يعني شركة متعددة الاختصاصات أو متعددة إيش؟ الجنسية. أو عندها سيولة كبيرة جدا بتدخل العالم ككل 15 إلى 20 دولة جلوبال. نعم، عندها هذا المنتج معايير ومقاييس عالمية. أو بتتبع الاستراتيجية الرابعة اللي هي ترانس نيشن. على فكرة ترانس نيشن هذه تأخذ الفوائد كلها، شوف حق كل الشركات، بمعنى إنه تراعي البعد العالمي من حيث الجودة والكفاءة العالمية وتراعي الاستجابة المحلية. كل دولة تعطي لها ايش؟ معيار معين. فهمت كيف؟ بعد عالمي وايضا استجابة محلية. بعض الدول حتى لو في منتج عالمي اذا مش موجودة اللمسات المحلية ما ممكن ما يحققش نجاح. الشركة الكونية هذه تراعي البعد العالمي او الكفاءه العالميه والبعد المحلي. فالبدائل الاستراتيجيه اللي ممكن تتبعها هذه الشركات اللي تعمل على المستوى الخارجي ممكن اربع، ممكن يعني شركه الام او شركه متعدده التخصصات او الشركه العالميه او الشركه ايش؟ الكونيه. احنا فرقنا بين بحسب امكانيه كل شركه. انا عندي تقنيه طورتها في البلد، تكنولوجيا معينة، سلعة معينة، خلاص أبدأ تصديري مثلا لدول الخليج تصدير مثل ما هو حاصل بمصنع البسكويت. بدأ كان يصدر ايش؟ البسكويت. لو تلاحظ أنت البسكويت اللي كان يصدره مش مختلف، هذا هو المنتج المرتبط، يكون بنفس التكنولوجيا مختلف، ممكن ينتج شوكولاتة، ممكن أشياء أخرى، بسكويت ميري، ممكن أشياء يعني يكون مرتبط بمنتج ايش؟ الأصل. فهنا تبدأ ايش؟ تصدر إلى بلدان مثلا قريبة مجاورة، استفادت من التكنولوجيا اللي هي ايش؟ والكفاءة الموجودة في البلد، أو إنه وصلت إلى مرحلة الماتشوار النضج. بس خلي بالك، حتى إذا وصلت إلى مرحلة النضج إذا ما عندهاش كفاءة وميزات تنافسية لا يمكن إنه تحقق نجاح على المستوى ايش؟ العالمي. واضح؟ فالبدائل التي هي أمامها ممكن تبدأ ب يعني تطبق استراتيجية الشركة الأم، يعني تصدر بعض الأشياء اللي طورتها في البلد الأم، وهنا يطبق عليها شركة ايش؟ دولية.
أو ممكن تتبع استراتيجية الشركة متعددة التخصصات بأن تفتح لفروع.